السلام عليكم متتبعي الكرام، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. الحلقه 31 من مسلسل داري مكتوبي غادي تبدا مع ابراهيم. العصابه اللي ضربت مهدي غادي يهجموا عليه، غادي يهزوا عليه واحد الموس وغادي يهددوه بانه لم مشى قال شي حاجه للبوليس فغادي يقتلوه. غادي يقولوا ليه ان مهدي كانت عنده فرصه انه يجي للسبيطار ويعتقوه، اما هو راه غادي يصفيوه عليه ديك الساعه وما غاديش يخليو ليه هذه الفرصه. فهاد القصه مهدي غادي يكون في الغرفه ديال العمليات، كلشي غيكون كيتسنى شي خبر زوين عليه وكلشي كيبكي. الطبيب غادي يشوفو خرج عندهم، غادي يقول لهم ان العمليه دازت مزيان، ولكن ما يقدرش يقول لهم دابا الحاله ديالو بالضبط كيفاش دايره، لحتاش كيف ما كاين الاحتماليه انه يصح ويرجع كيف كان، كاين احتماليه انه يموت. فداكشي علاش 24 ساعه اللي جايه هي اللي تقدر تقول لهم شنو كاين، فخصهم يكونوا مستعدين لاي خبر. ابراهيم غيكون متردد، واش يمشي بحالو يهرب ولا يبقى معاهم يتسنى يشوف شنو غيوقع، فغيقرر انه يمشي لعندهم. البوليس غادي يتبعوه، غادي يطلبوا منه انه يعطيهم الاقوال ديالو. ابراهيم غادي ينكر كل شيء، غادي يقول لهم انا ما عرفتش شنو وقع المهدي وكيفاش حتى وصل لهنا. وجدان غادي تقول ليه ولاني نترك واحد المكار الخير، خويا مهدي ضحى بحياته باش ينقذك انت، وفي الاخر كلمه الحق ما قدرتيش انك تقولها، وغادي تبدا كتضرب فيه، غادي يفكوها منه غير بالزز. هنا ابراهيم غيقرر انه يعاود للبوليس كل شيء، غادي يقول لهم بانه مهدي جا باش يعتقو من دوك العصابه، وفي الاخر ملي كانوا قراب انهم يخرجوا من تما جا داك الرئيس ديالهم وضرب مهدي باللور بواحد الموس، وغادي يعطيهم حتى البلاصه فين كاينين هما، وغادي يبدا كيشوف زينب ويقول لها سمحي ليا بزاف، ماشي هادشي اللي كنت باغي يوقع. زينب غادي تقول ليه على شنو كنتي كنظن انه غادي يوقع من بعد ما وردتي راسك مع دوك العصابه، بحال دوك الناس كيجيونا من موراهم غير المصائب، دابا بسببك مهدي ما بين الحياه والموت ونقدروا نخسروه في اي لحظه، وبسببك عائلته دابا كتالم، غير في الاول حرمتينا من رمزي ودابا باغي تحرمنا من مهدي. فغادي تبدا كتضرب فيه وغادي تقول ليه انت راك الشيطان بصفه بنادم، كون غير متي شحال هادي وهنيتينا. لينا غادي تعنق زينب باش تهدن واحد شويه، وجدان غادي تنوض ليهم، غادي تقول ليها علاش كتعنقي هاد المجرمه، راه بسببها خويا كاين دابا في الغرفه ديال العمليات. غادي تقول ليها لينا هادي راها مرت ولدي انت ماشي سوقك. وجدان غادي تقول ليها اصلا الا مشات توقعت شي حاجه لخويا مهدي فراه غيكون بسببك انت هي المذنبه، وغادي يبقى ذنبو على رقبتك حياتك كامله، لحتاش انت اللي دخلتي لنا هاد العائله في حياتنا. لينا ما غاديش تقدر تستحمل، وغادي تبان لينا فقدت الوعي ديالها وسخفات في الارض. غنشوفوا سلطانه الوقت كامل كتحاول تعيط لبنتها أمينة، ولكن والو، التليفون كيعطيها بأنه طافي. كبريت وياسمين ما غاديش يصبروا يبقوا في الدار، فغادي يقولوا للسلطانة أنهم غادي يمشيو للسبيطار، غادي تقول لهم غير بلاتي خلوني نمشي معاكم، لحتاش هي اللي غادي يكونوا كلفوها باش تقابلهم. أمينة اللي غادي تكون مازال عند فاروق في الدار من بعد ما دوزوا ديك الليلة مع بعضياتهم، غادي يبانوا لنا ناعسين بجوج وما مسوقينش وما كاينينش كاع في هاد الدنيا هادي. لينا غادي يكونوا جابوها لواحد الغرفة تما، داروا ليها السيروم وبدات كتفيق واحد شوية. وجدان غادي تطلب منها السماحه، وغادي تقول ليها انها ما قصدتش ديك الهضره اللي قالت لها، وراها غير حتى قلبها محروق على خوها مهدي، داكشي علاش خرجت من هذيك الهضره. زينب غادي يعلمها الطبيب بان الحاله ديال مهدي استقرت نوعا ما، وراه نقلوه للغرفه ديال الانعاش باش يبقى فيها تما واحد المده. زينب غادي تفرح بزاف، وغادي تبان لينا غادي كتجري باش تشوفوا على الاقل من داك الجاج اللي كيكون في الغرفه ديال الانعاش. سكينه غادي تمشي تجري عند لينا وبناتها، غادي تقول لهم بان الحاله ديال مهدي استقرت وبانه تجاوز المرحله ديال الخطر. كاملين غادي يفرحوا بزاف، وغادي يبداو كيعنقوا بعضياتهم، وغادي يتبعوا زينب لذاك الكلوار اللي فيه الغرفه ديال الانعاش اللي فيها مهدي. زينب غادي تقول لينا على الاقل سيري انتي ارتاحي، راه الصحه ديالك باقا ما مستقراش وتقدر تسقى عليها شي حاجه الله يحفظ. لينا غادي تقول ليها انا ما قادراش خصني نشوف ولدي. هنا زينب غادي تقول ليها عافاك ماما، واول مره في حياتها غادي تكون قالت ليها ماما. هنا لينا غادي تفرح بزاف، وغادي تقول لها شكرا لك بنتي، حتاش انا عارفه بانك ما قلتي لي هذه الكلمه هذه حتى وليتي كتثقي فيا. فغادي يعنقوا بعضياتهم. هنا غنشوفوا كبريت وياسمين جاو، غادي يسولوا زينب على الحاله ديال مهدي، فغادي تقول لي الحال، تقول لهم زعما الحمد لله استقرات، وغادي تعنقهم. احمد غادي نشوفوه في واحد المستودع مع المافيا ديالو، غادي يجيو عنده دوك الزوج اللي مشاو لابراهيم وهددوه، غادي يقول لهم امضره واش قضيتوا الغرض، غادي يقولوا ليه راه هضرنا معاه وكنتمنوا ما يقول حتى حاجه للبوليس. غادي يقول لهم واش كضحكوا عليا، كيفاش كتمناو، واش ما تاكدتوش بانه ما غادي يقول والو، ايه ولا مش فضحنا دابا شنو غادي نديرو، نمشيو ندخلو كاملين للحبس. الطبيب غادي يقول لزينب انه بامكان شي واحد فيهم يدخل عند مهدي ويشوفو، والحق عند غير واحد فيهم. فوجدان غادي تقول لماماها انت هي اللي خصك تدخلي تشوفيه. لينا غادي تقول لهم لا، زينب اللي غادي تدخل عنده، لحتاش مهدي حاليا محتاج يسمع الصوت ديال اكثر انسانه كيبغيها في هذه الدنيا. نوح وابراهيم غادي يكونوا جالسين في الكافيتيريا ديال السبيطار، السلطانه مع غتشوفو غادي تقول ليه انت جالس انايا هاد المجرم،
غير هادي 15 عام قتلتي ولدك رمزي، ودابا باغي تقتل حتى مهدي. الله ياخد فيك الحق. ابراهيم اللي غادي يبدا يبكي وغادي يبقى فيه بزاف الحال على هادشي اللي دار. نوحة غادي يكلمي سلطانة وغادي يسولها فين هي امينة، راه ما شافهاش. غادي تقولي انا راه كنت جايه نسولك عليها، حتاش من البارح ما عندي عليها حتى شي خبر، واش ما شفتيهاش؟ غادي يقول ليها لا ما شفتهاش، انا راه تقريبا يومين هادي ما عاودتش هضرت معاها. غادي تقول ليه عافاك الا عيطات ليك ولا شفتيها، قولي لها ماماك راه محروقه عليك وباغا تسمع صوتك. امينه اللي غادي تبان لينا يلاه بدات كتفيق من النعاس، غادي تبدا تعيط على فاروق. ملي ما غادي يجاوبهاش غادي تفهم بانه راه مشى ما كاينش في الدار. غادي تقلب على التليفون ديالها، غادي تلقى بان ماماها معيطه لها تقريبا شي 24 مره. فغادي تنوض غادي تلقى واحد الكارني حدا راسها كاتب ليها فاروق فيه بانه ما قدرش يتسنى حتى تفيق، وغادي يقول لها بلي راه خلى ليها الفلوس تحت هذا الكارني هذا، وطلب منها باش انها ملي تخرج تسد الباب حتى هو عنده الساروت. هنا امينه غادي تفهم بان فاروق غير ضحك عليها، غير خدا منها داكشي اللي بغا وعطاها الفلوس بحال شي وحده ما كتسواش، خلصها على داكشي اللي وقع بيناتهم وطلب منها انها تمشي بحالها بحالها ما عمرها ما كانت. زينب غادي نشوفوها دخلت عند مهدي، غادي تجلس حداه وتشد ليه في يديه. غادي تقول لي انا كنت عارفه بانك ما غاديش تخلي عليا بهذه السهوله، لحتاج قصه حبنا يلاه غادي تبدا. انا ما تحتش ليا الفرصه باش انني نقولها لك، فغنقولها لك دابا. انا كنبغيك بزاف اكثر من اي حاجه في هذه الدنيا. سكينه غادي تعيط على نيرمين، غادي تقول لها داك الشيء اللي وقع لمهدي. نيرمين غادي تبدا تسولها على كيفاش دايره الحاله ديالو، واش مستقره. منى اللي غادي تكون واقفه من وراها وغادي تسمع الهضره ديالهم، غادي تفهم بان مهدي كان في السبيطار وحالته خطيره. سكينه غادي تعطي لنيرمين العنوان ديال السبيطار باش تجي لعندهم. منال غادي تسول نيرمين كيفاش دايره الحاله ديال مهدي، واش بصح هو اللي في السبيطار. نيرمين غادي تقول ليها اه، فمنال غادي تطلب منها باش انها ملي تمشي تقول ليها الخبر ديالو وكيفاش بقى واش استقرت الحاله ديالو. غادي تتعصب عليها نيرمين وغادي تقول ليها لزمي حدودك، كيف ما كان الحال هذاك راه كيبقى راجل بنزين.